مشاهدينا الكرام أينما كنتم الأحبة طلاب وطالبات الصف الثاني عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى مساحة جديدة تقربكم أكثر وبكل ثقة إلى قاعة الامتحان من خلال البرنامج الذي يتواصل معكم بشكل يومي، برنامجكم التعليمي درس على الهواء. وقبل ساعات من انطلاق الأسبوع الأخير لامتحانات الدبلوم العام، وكل القلوب معكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتخطي هذه المرحلة المهمة لمستقبلكم ومستقبل عمان. جميل المحافظة على التركيز والهدوء والثقة، وجميل أيضا أن نستمر بنفس الحيوية وبنفس الجهد المضاعف وبنفس الحماس، والأجمل أن نكون معكم اليوم في مادة الفيزياء. نستقبل أسئلتكم الرائعة كالعادة بعد هذا الفاصل. مساكم الله بالخير أحبتنا الطلبة والطالبات، يعطيكم الله العافية على هذه الجهود المبذولة خلال هذه الأيام، نتمنى لكم إن شاء الله فيها كل التوفيق، ونتمنى الساعات القادمة إن شاء الله ملؤها الحيوية والنشاط ومزيد من التركيز. باسمكم جميعا ورحب بضيف الحلقة الأستاذ أحمد بن مسعود المعمري، مشرف مادة الفيزياء. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور أستاذ العزيز. يعني تقريبا الحين حصص متواصلة في مادة الفيزياء، وإن شاء الله نأمل أن نخرج بنتيجة. يعني بعض الطلبة وأنا أتصفح رسائلهم يعني يشيدوا بالمعلومات الوفيرة اللي كانت في حلقة الأمس إن شاء الله، واليوم نحاول أيضا أن نغطي عدد كبير إن شاء الله منها بإذن الله تعالى. إذن على بركة الله احنا مباشرة نذهب إلى أول اتصال. مساء الخير منيرة الخروصي من العوابي. مساء النور. كيف الحال منيرة؟ الحمد لله طيبة. يعني ساعات قليلة إن شاء الله وأنت في قاعة الامتحان، جاهزة إن شاء الله؟ تمام إن شاء الله. يلا أتمنى لك التوفيق. أعطيني سؤالك. سؤالي في الاختبار التجريبي لهذا السنة. الصوت ما واصل في الاستوديو، ما عليه. الاختبار التجريبي لهذا السنة. أيوة. الصفحة 8. السؤال الثالث. السؤال الثالث. الجزئية 20. الجزئية 20 تجريبي صفحة 8 السؤال الثالث جزئية 20. تمام. واصل لك الصوت. أيضا عندي. واصل الصوت عندك؟ تفضل يا منيرة. منيرة أيوة. أيضا عندي سؤال الأستاذ في قانون. أيوة وهو؟ صفحة 66 في الكتاب. أيوة. هو عطانا هناك بالنسبة لاستنتاج القوى الدافعة التأثيرية المتولدة في موقف المتحرك. طريقتين نستنتج القانون، في الطريقة الأولى كان الثالث، بالطريقة الثانية موجب، فمتى نستخدم الثالث ومتى نستخدم الموجب؟ واضح سؤال أستاذ أحمد. طيب. طيب منيرة تابعي، تابعي الإجابة وبإمكانك تكوني معانا، تابعي لو في مداخلة من عندك على الهاتف. تمام. حتى نضمن أن الطالب يعني يقتنع بالإجابة ويخرج بنتيجة أفضل يعني. طيب يا منيرة الآن شوف سؤال امتحان تجريبي 2014 2015 سؤال 20. طيب في السؤال 20 عندنا قضيبان موصلان أم وأن تم توصيلهما بشكل عمودي وموضوعان في مجال مغناطيسي كما هو موضح في الشكل، مجال مغناطيسي منتظم، وشدة هذا المجال المغناطيسي ب تساوي 35/100 تسلا، وكما بالشكل المقابل نرسم الشكل هذا، هو
هذا هو الأم قضيب أم، وهذا القضيب أن، وهذا القضيب المنزلق ومن أو. ينزلق قضيب ثالث أو من النقطة A، هذه النقطة A، إلى النقطة B، هنا تقع النقطة B. بالطبع عندي مجال مغناطيسي متجه إلى الخارج، هو عبارة عن مجال مغناطيسي نقطي، معنى نقطي فمتجه إلى الخارج. وهذا القضيب ما ينزلق فوق القضيبين أم وأن، القضيب أو يتحرك بسرعة ثابتة مقدارها 1/10 متر على الثانية. طيب الآن المطلوب احسب ما يأتي، الفيض المغناطيسي بعد مرور 3 ثواني، فعندي هنا زمن تي يساوي 3 ثواني. طيب الآن محتاجين احنا الفيض المغناطيسي. الفيض المغناطيسي أول شيء بعد ما كتبنا المعطيات نكتب قانون المطلوب. ما هو المطلوب؟ الفيض. قانون الفيض الفاي يساوي البي في الاي في الكوزاين ثيتا. بالطبع هنا كوزاين ثيتا الزاوية هنا المحصورة بين العمودي على سطح الشكل هذا، يعطيني في النهاية مثلث، وخطوط المجال. كم الزاوية يا منيرة؟ معي منيرة؟ ايوه معي كم الزاوية المحصورة بين العمودي وليس على المجال؟ هي عمودية على المجال صح؟ لكن الآن أنا أريد الزاوية المحصورة بين العمودي على سطح المثلث وخطوط المجال، كم الزاوية تكون؟ 90. لا ما 90، 90 مع مين؟ مع السطح نفسه، لكن مع العمودي كم؟ صفر. صفر. كوزاين صفر بكم؟ واحد. بواحد. إذا خلاص الآن كوزاين ثيتا أو كوزاين ثيتا تساوي كم؟ واحد. طيب انا البي عندي موجوده لكن ناقصني من هنا الان يا منيره الاي. الان المطلوب الان الاي، مساحه من المثلث. كيف اتحصل على مساحه المثلث؟ احنا قلنا ان الاي ينزلق باتجاه بي بهذا الاتجاه، معي يا منيره؟ ايوه. حتى يصل الى النقطه من بي، هذا يحتاج الى كم زمن؟ قدره كم؟ 3 ثواني. نسمي هذا المسافة اللي يقطعها نسميها اكس، معي يا منيرة؟ نسميها اكس، يعني من النقطة A إلى النقطة B نسميها المسافة اكس. أنا عندي السرعة، قانون السرعة ماذا يساوي لي؟ V تساوي المسافة هي اكس على الزمن. أنا باغي الآن اكس يا منيرة، اكس ماذا تساوي لي؟ المقابل على المقاومة. لا اكس، اكس من القانون، شوف القانون، السرعة تساوي المسافة على الزمن. المسافة ماذا تساوي لي؟ السرعة في في الزمن تي، معي يا منيرة؟ أيوه. هذه هي، وينزلق من A إلى B ويقطع مسافة X، تمام؟ يتحرك بسرعة كم؟ بسرعة 1/10 متر في زمن خلال 3 ثواني. الآن بقى هذه المسافة المطلوب مني أحسب المسافة اللي قطعها من A إلى B فيعطيني هذا الارتفاع، تمام؟ فاكس تساوي السرعة كم؟ 1/10 ضرب الزمن 3 ثواني. ثلاثة. هذا يعطيني كم؟ 3/10 متر. هذه من اكس. تمام؟ طيب الآن احنا وجدنا احنا مساحة المثلث، هذا عبارة عن مثلث الآن، صح ولا ما صح؟ ايوه صح. تمام، مساحة المثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع، احنا الآن أوجدنا من؟ أوجدنا الارتفاع اكس. المطلوب مني ماذا؟ أن أوجد أيضا القاعدة، ما عندي القاعدة، والقاعدة تمثل طول من؟ طول القضيب O. تعال نشوف هذا، هذا L، لاحظ معي هنا L. شايفة L هذا؟ أيوه. الجزء هذا من المثلث، المثلث اللي على يميننا الآن، مثلث قائم الزاوية عند هذه النقطة. صح؟ طيب، وعندي أنا الزاوية هنا كم قيمتها؟ 45. وهذا ايضا 45. الان انا اريد اجيب قيمه L، وعندي زاويه وعندي اكس. نستخدم النسب المثلثيه. ايوه ممتاز، احسنت. نستخدم النسب المثلثيه، نقص ساين او كوزاين او تان، صح؟ أيوة. لكن ما هي النسبه المناسبه لها؟ هل نستخدم كوزاين او ساين او تان؟ تان. تان. تان 45. ايوه. تان ثيتا تساوي المقابل على المجاور، صح ولا ما صح؟
من المقابل؟ من يقابل الزاوية؟ ال. والمجاور من؟ اكس. تمام. انا الان اريد من؟ اريد ال. ال يساوي تان 45 ضرب اكس. اكس كم قيمتها؟ 0.3. تمام. هاي تعطينا قيمة ال تساوي ايضا 0.3 متر. هذه ال احنا اعطانا نصف القاعدة وليس كل القاعدة. كم القاعدة كلها كم تكون عندي؟ 2 في ال. ايوه القاعدة تساوي 2 ال او 2 في ال يعني تساوي لي 2 في 3 من 10 يساوي 0.6 من 10 متر او 0.6 متر. اذا هذا الان تحصلنا على القاعدة. الان نوجد من؟ لكن استاذ الان ايوه بالنسبة لقيمة ال تطلع 0.5. قيمة من؟ ال. 2 في 3 من 10 كم يعطيني؟ حسبيها بالآلة الحاسبة. تان 45 في 3 من 10 أيوة بوينت 48 بالتقريب بوينت 5. بس نتأكد لحظة. تان 45 لحظة شوية أتأكد أنا بالآلة الحاسبة. تان 45 ضرب 0.3 يساوي 3 من 10 منيرة. تأكدي تان 45 ضرب 3 من 10 يساوي كم؟ تطلعي نفس الناتج اللي قبل بس يمكن نحسبها شوية. طيب 3 من 10 صح؟ أيوه تمام. إذا هذا هو الناتج. إذا هذه ال. بعد ذلك نحسب من؟ مساحة المثلث A تساوي مساحة المثلث ماذا تساوي يا منيرة؟ نصف القاعدة في الارتفاع. في الارتفاع. ننتقل الآن إلى الصفحة الثانية يا منيرة معي؟ أيوة. ننتقل إلى الصفحة الثانية. تمام. إذا الآن جبنا احنا المساحة تساوي نصف في القاعدة. القاعدة كم احنا حسبناها؟ 6 من 10. الارتفاع كم اللي هو اكس كم يساوي؟ 0.3 من 10 او 0.3. هذا كله يعطينا كم؟ 0.09 متر تربيع. هذه من المساحه. بعد ذلك نعوض في الفاي اللي هي من الفيض المغناطيسي. الفيض المغناطيسي يساوي ماذا؟ اللي هي البي في الاي. البي في الاي. البي عندي كم تساوي؟ شد مجال المغناطيسي 35 من 35 ايوه ضرب الاي اللي هي 0.09. هذا يعطيني تقريبا 0.0315 ويبر. هذه هي الفيض المغناطيسي. واضح يا منيره؟ ايوه واضح. بالنسبه للسؤال اللي في الكتاب المدرسي اللي في الكتاب المدرسي هي الاصل ان القوه الدافعه التاثيريه تكون سالبه. تكون يعني في الجزء الاول في القانون الاول في الاستنتاج الاول اعطاني ان القوه الدافعه تساوي سالب البي في ال في الفي. بينما في القانون الثاني الابسلون تساوي البي في ال في الفي. هنا سالبه وهنا موجبه. الاشاره السالبه لا يعني ان يعني الاشاره السالبه تدل على ان القوة الدافعة التأثيرية تعاكس من التغير في الفيض المغناطيسي فقط. وبالتالي في هذا القانون أنا استخدمت الإشارة السالبة أو ما استخدمتها بالذات في هذا القانون لن تؤثر في الناتج في ناتج القوة الدافعة التأثيرية. معي يا منيرة؟ يعني الإشارة السالبة لا تؤثر في قيمة الناتج. معي؟ يعني استخدمتي الإشارة أو ما استخدمتيها في هذا القانون بالذات. أنا أتكلم في هذا القانون بالذات لا تؤثر الإشارة السالبة. الإشارة السالبة تدل على أنها بس أنها معاكسة فقط. أتمنى لك التوفيق يا منيرة. شكرا. شكرا منيرة. نأخذ مؤيد المعمري من صحم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال مؤيد؟ الحمد لله تمام. كيف معنوياتكم؟ مستعدين خلاص لانطلاق. يا رب ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق. بس وطينا على صوت التلفاز. سمعنا سماعه الهاتف مؤيد.
والكلام لكل الطلبة والطالبات اللي يتصل في البرنامج على طول نوطي على صوت التلفاز نتفاعل مع البرنامج بسماعة الهاتف. سؤالك مؤيد. الاختبار 2013-2014. ايوه. السؤال الثاني هذا دور أول دور ثاني تجريبي. دور الأول. السؤال الثاني بقى. أيوة صفحة 7. طيب. عندك سيد أحمد وصلت. 2013-2014. تمام. طيب مؤيد تابعنا. معي المؤيد. أيوة طيب معكم. شوف اللي هي رقم 15 السؤال. الشكل الآتي يوضح دائرة كهربائية بها مصدري جهد وثلاث مقاومات. ادرس الدائرة الكهربائية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. نحاول نرسم الدائرة الكهربائية. هذه عندي البطارية إبسلون وعندي هنا مقاومة R لR1 وهذه المقاومة R2 R1 تساوي 4 أوم R2 تساوي 8 أوم. بعد ذلك عندي أيضا بطارية 110 فولت وعندي أيضا هنا R هذه R مجهولة هذه إبسلون مجهولة. معي مؤيد؟ في تيار نازل بهذا الاتجاه تيار خلي بلون آخر هذا هو التيار قيمته 2.5 أمبير وعندي هنا التيار طالع إلى الأعلى قيمته 5 أمبير. طيب وعندي هنا A وهذه B وهذه C D والE والاف. مع المؤيد؟ طيب الآن بالنسبة لباء احسب قيمة المقاومة R. احسب قيمة المقاومة R. طيب نشوف الآن أنا عندي هنا بطارية قيمتها 110 وعندي بطارية إبسلون. أحاول أول شيء بعد ما رسمت وحددت النقاط أحدد اتجاه التيار هذا ضروري جدا. نشوف نطلع التيار من البطارية 110 ولكن التيار قيمته I نسميه أو I واحد. هذا التيار يتفرع جزء منه يروح بهذا الاتجاه وجزء منه يروح بهذا الاتجاه. معي المؤيد؟ مؤيد معنا؟ معاكم مركز هو مركز معنا زين تمام. طيب لو جينا الآلة وسمينا هذا I اثنين وهذا I ثلاثة. طيب لاحظ معي المؤيد هنا لحظة أنا بعطيك حسب بناء على ما موجود في الرسم ومعطيني التيار هنا ومعطيني التيار هنا ومعطيني التيار هنا فمعناته في تيار طالع من هنا متفرع في تيار راح هنا وفي تيار روح هنا. هذا التيارين وين التقيان؟ هذا التيار شوف التيار 2.5 بينزل بهذا الاتجاه بينزل بهذا الاتجاه هذا التيار ويروح ويلتقي مع من؟ مع هذا التيار اللي نازل من أعلى. معنى ذلك أن التيار I3 يساوي I1 زائد I2 اللي هو هذا نسميه I2. يعني I3 أول معادلة تكتبها I3 يساوي I1 زائد I2. I3 أعطيك هنا I3 يساوي 5 أمبير وآي اثنين يساوي كم؟ 2.5 أمبير. بقى عندي من آي واحد. معي يا مؤيد؟ فآي واحد كم يساوي؟ أنا عندي آي ثلاثة تساوي 5 يساوي آي واحد زائد 2.5. إذا معنى ذلك أن آي واحد تساوي لي كم؟ 5.5. 5.5 كم يعطيني؟ أيضا 2.5 أمبير. هذه التيارات. بس أكد لك يا مؤيد هذا I1 هذا I2 وهذا I3
أتمنى تكون الإشارة واضحة. تيار 5 أمبير هذا لما جهنا انقسم، توزع إلى الأسفل وتوزع بهذا الاتجاه. في النهاية هذا التيارين آي 1 وآي 2 التقن في هذه النقطة، هذه النقطة الالتقاء، التيارين الاثنين التقوا في هذه النقطة هي عند E، فأصبح عندك ماذا؟ آي 3 يساوي آي 1 زائد آي 2. طيب الآن مطلوب حساب قيمة المقاومة R. شاف ناخذ هذا المسار الدائري، ناخذ المسار الدائري E، مسار دائري E D C B E. معي المؤيد؟ المؤيد معي؟ تمام؟ E C E D C B هذا المسار، ونمشي عكس عقارب الساعة. بدأنا من النقطة هذه، نروح ما عندي، عندي الآن ندخل المقاومة هذه، المقاومة المجهولة. ما دام أنا أتحرك مع التيار، أتحرك مع التيار، فجهد المقاومة يكون سالب، فيكون عندي سالب قيمة التيار اللي مار فيها 5 والآر هي المجهولة. معي؟ أتحرك بهذا الاتجاه، بأنزل تحت، أنزل أيضا نفس الشيء مع التيار، فيكون الجهد المقاومة آر 2 سالب، فتكون عندي سالب 8 مضروبة في كم؟ في آي 1، آي 1 نطلع عنها بكم؟ 2.5، 8 ضرب 2.5 أمبير. ننزل هنا دخلنا البطارية، جهد البطارية يكون دخلنا من الموجب وخرجنا من السالب، فيكون زايد 110، هذا كله تساوي كم؟ صفر، تساوي صفر. طيب خلاص الآن الأمور واضحة جدا، نضرب 8 في 2.5 يعطيني كم؟ 20. يعني أرحل الآن 5R سالبة هذه، أرحلها برا بالموجب، فتعطيني 5R بالموجب يساوي ماذا يتبقى لدي هنا؟ يتبقى لدي سالب 8.5، 8 في 2.5 يعطيني 20 زائد 110. تمام؟ 110 20 بالناقص زائد 110 عبارة عن ماذا؟ 110 ناقص 20 فيعطيني كم؟ 90. ف50 R تساوي لي كم؟ 90. إذن الـ R كم تساوي؟ 90 على 5 يساوي تقريبا 18 أوم. صح، 18 أوم. واضح يا مؤيد؟ واضح تمام يا مؤيد. خلاص بس عندي استفسار. أيوة، هل إن الإثباتات جميعاً يدخلن؟ أي إثباتات قصدك يا مؤيد؟ الموجودات عندنا في الكتاب. والله كل شيء وارد المؤيد، كل شيء متوقع، أي سؤال توقعه. والتعاريف بعد نفس الشيء يعني تونس؟ كل شيء وارد في أي، سواء كان تعريف سواء كان قانون، كل يعني نص قانون، كل شيء ما هو موجود في الكتاب وارد في الامتحان، يكون وارد في الامتحان، ما تستثني أي شيء يا المؤيد، أي حاجة لا تستثنى، لا تقول هذه ما تجي وهذه احتمال ما تجي ولا كذا، لا تقيس على 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 مثلا توقعاتك أنت، يعني كل ما هو موجود في الكتاب ومطالب به الطالب فتوقع أنه يجي، بس ما عدا أن القوانين تعطى إياها في ورقة القوانين تحصل آخر شيء وتكون موجودة لديك. إذا كان في الرياضيات ما كانت موجودة؟ والله عدا الرياضيات. طيب احنا اليوم في حلقة الفيزياء. لا، الفيزياء بتكون موجودة عندك إن شاء الله، في الفيزياء بتكون القوانين موجودة بإذن الله تعالى. أحسنت. في الفصل بقوانينها. تمام مؤيد؟ تمام تمام. طيب يلا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. ناخذ سؤال من الطالبة مريم المقبالي، تقول أتمنى التوفيق للجميع بكرة وبإذن الله أتوقع الاختبار سهل، وأتمنى كل أخواني الطلبة يظلوا إيجابيين، لأن بصراحة يوصلنا كثير من العبارات السلبية على مواقع التواصل بسبب اختبار الفيزياء، وشكرا لكم. طبعا أنتم يعني بعدكم ما دخلتوا الاختبار، الاختبار بكرة إن شاء الله، فتفائلوا بالخير تجدوا، حاولوا أن تضبطوا الآن هذه الفترة، فترة يعني ضبط نفس الثقة وتعزيز هذه الجوانب الإيجابية. يعني لو سألت أي طالب هل ممكن تدفع عربون لأي شركة بمقابل غير مضمون، يعني لبضاعة غير مضمونة، فراح يقول لي لا. نفس الكلام، يعني تقلق لشيء أنت ما يعني بعدك ما دخلت الاختبار عشان تحكم عليه أنه صعب أو سهل. إحنا دائما نردد ناخذ بالأسباب ونتوكل على الله،
ونبقى على نفس هذه الثقة إلى أن ننهي الامتحانات كلها. مريم المقبالي تسأل في الكتاب المدرسي صفحة 131، اختبر فهمك واحد. اختبر فهمك واحد. نعم. 131. صفحة 131. معلي أستاذ أحمد، إذا بس أنا قبل ما أنسى، أحد الطلبة لعل مؤيد أو المكلم اللي قبله، فيما الطالبة نعم لما كانت تشتغل على الآلة الحاسبة ذكرتني بشيء. أنت قلت في الحلقة الماضية أن الطالب قبل ما يدخل الامتحان يحول الآلة الحاسبة من الديجريز إلى الراديان. راديان. طيب الطالب يتخوف أنه قد يتوقع أن الإجابة تكون خطأ مثلا أو يصل إلى نتيجة خطأ، لا لا، تعليقك. بالنسبة للنظام الآلة الحاسبة الراديان والديجريز لا يؤثران على أي عملية حسابية كقيمة. متى يحدث التأثير؟ لما أتعامل مع ماذا؟ مع الزاوية. الزاوية الثيتا، الكل يعرف أن الثيتا هي الإزاحة الزاوية تساوي الأوميجا في التي، هي السرعة الزاوية في التي. فلو طلب مني أنا الآن قيمة الزاوية هذه بالراديان وعطاني قيمة الأوميجا، الأوميجا إما تساوي 2 باي في الأف وأنا أضربها في التي، لو أنا استخدمت هذا القانون لإيجاد الزاوية ثيتا فلا بد أن أستخدم نظام الراديان، استخدم النظام الراديان. وبالتالي أنا أفضل أن الطالب يدخل ويحط النظام على الراديان، لأن غالبا أما العمليات الحسابية الأخرى الراديان لا يؤثر عليها، الراديان لا يؤثر عليها. هذا القانون نستخدمه في ماذا؟ أكثر شيء في المولد الكهربائي، في المولد الكهربائي، لأن المولد الكهربائي قانونه يلزم عندي القوة الدافعة المتولدة عبارة عن ماذا؟ عن N في البي في الA في الأوميجا في الساين ثيتا. إذا أعطيتنا ثيتا ما في إشكالية بالراديان أو بالديجريز ما يأثر عليها. لكن لما جيت أنا الآن لو بغيت أستخدم، أعطاني هو مثلا قانون الزاوية مثلا، أيوة زاوية، أعطاني ماذا؟ زمن معين، فساين أوميجا في التي. في هذه الحالة أنا أجيب قيمة الأوميجا وأضربها في ماذا؟ في التي، عشان حتى تحصل على ماذا؟ على القوة الدافعة التأثيرية. في هذه الحالة حتى تحصل على النتيجة الصحيحة لابد أن يكون نظام الآلة الحاسبة على الراديان وليس على الديجريز. الديجريز. طيب أستاذ أحمد، في القوانين التي مثلا تحتوي على زاوية مثلا ساين 30، هذه عادي ما في إشكالية، كان سواء الديجريز أو الراديان ما يأثر. طيب ما يأثر. إذا نعود إلى سؤال مريم المقبالي صفحة 131. تمام. السؤال هو مسحته أنت، نأخذ صفحة جديدة بدل المسح. السؤال يقول: هل توجد علاقة بين سرعة الصوت وشدته أو نوعه؟ هل توجد علاقة؟ اختبر فهمك واحد، صفحة 131. هل توجد علاقة بين سرعة الصوت وشدته أو نوعه؟ فسر ذلك. شوف، حسب العلاقة هذه، حسب العلاقة الرياضية V تساوي اللمدة في الأف، فإن هناك علاقة بين السرعة والتردد، هناك علاقة بين السرعة والتردد الذي يمثل ماذا؟ هذه العلاقة تمثل نوع الصوت. نوع الصوت، هل هو الصوت حاد أم غليظ؟ أم غليظ. هذه ما تسمى ماذا؟ درجة الصوت. أما بالنسبة لشدة الصوت، فلا توجد علاقة بينهما، وبينها وبين السرعة،
بين بين الطول الموجي او التردد والسرعة. فالصوت القوي يسير بنفس سرعة الصوت الضعيف. ما لم يتغير الوسط. فمعنى ذلك أن العلاقة بين سرعة الصوت وشدته في نوع الصوت، هل تردد الصوت ضعيف أو عفوا صوت حاد أم غليظ؟ نعم، لأن هذا نوع الصوت أو درجة الصوت تعتمد على ماذا؟ تعتمد على التردد، تعتمد على التردد، هي الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث الحدة والغلظة، وتعتمد على التردد. أما درجة الصوت هي الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث القوة والضعف، وهذه تعتمد على السعة، تعتمد على السعة، ليس لها علاقة بالتردد. فالصوت القوي والصوت الضعيف يسيران بنفس السرعة. أتمنى تكون الإجابة واضحة. شكرا لك استاذ احمد. ناخذ نور الفوري من سمايل. نور، مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ الحمد لله. خلصتي مادة الفيزياء؟ ذاكرتيها؟ الحمد لله خلصناها. يلا اعطيني سؤالك. سؤالي في الكتاب المدرسي ايوه صفحة 39، اختبر فهمك رقم 1. طيب يا نور، اختبر فهمك رقم 1. طيب ان شاء الله. تابعينا يا نور، ولو حبيتي تكوني متابعة عبر الهاتف بإمكانك، ولو حبيت تتابعي من خلال التواصل مع التلفزيون أيضا براحتك. إن شاء الله. اختبر فهمك 5، الجزئية رقم 1. مكثف متوازي اللوحين يحمل شحنة مقدارها كيو، وتفصل بين اللوحين مسافة دي. إذا تم سحب اللوحين حتى أصبحت المسافة بينهما 2D، فكيف سيؤثر ذلك على مقدار الطاقة المختزنة؟ طيب، أنا عندي السعة سي تساوي الإبسلون في الـ A على الـ D. طيب، وعندي أيضا الطاقة المختزنة بي تساوي نص كيو تربيع على سي. طيب، أنا عندي حالتين هنا للمسافة، عندي الحالة الأولى دي والحالة الثانية أصبحت 2D، ماذا يحدث للطاقة؟ طيب، قبل لا نعوض هنا عن قيمة السي، نص مضروبة في كيو تربيع على السي، السي عبارة عن إبسلون في الـ A على الـ D، الـ D هذا وين تروح؟ تروح فوق، حيث أن الـ B تساوي نص كيو تربيع في الـ D على الإبسلون في الـ A. الآن شوف العلاقة بين الـ BE، عفوا هذه الـ BE هي للطاقة المختزنة، الطاقة المختزنة. العلاقة بين البي اي والدي هي علاقة مالها؟ طردية، علاقة طردية. إذا أنا عندي ما دام علاقة طردية، بي اي يتناسب طرديا مع المسافة بين اللوحين، معنى ذلك أن البي اي 1 على بي اي 2 يساوي دي 1 على دي 2. المطلوب مني الآن ماذا؟ بي اي 2، أو شيء دي 2، دي 2 تساوي 2D1، هذه هي اللي الآن موجودة في الكتاب. طيب، إذا نعوض الآن عن قيمة دي 2، فأقول هنا بي 1 بي اي 1 على بي اي 2 يساوي دي 1 كما هي، الدي 2 تساوي 2D1، عوضنا بقيمتها، الدي 1 مع الدي 1 راحت، البي اي 2 ماذا تساوي لي؟ نضرب الطرفين في وسطين تساوي 2B1. هذه هي الإجابة. يعني ماذا يحدث للطاقة؟ تتضاعف الطاقة، تتضاعف الطاقة. تمام نور؟
واضح، شكرا. شكرا، اتمنى لك التوفيق. ان شاء الله ناخذ مكالمة اخرى. سعد الكعبي من محضة، مساء الخير. عليكم السلام، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ تمام تمام الحمد لله. كيف المعنويات؟ يلا الحمد لله. معلنا اكرر هاي السؤال عند كل متصل حتى بس يعني نصنع اجواء التفاؤل والثقة. اعطيني سؤالك يا سعد. عندك صبر فهمك رقم 4 صفحة 37. صفحة 37. وعندي استفسار. طيب اعطني استفسارك. الاستفسار الاستكشاف مذاكرهن ولا؟ استاذ احمد، الاستكشافات بالطبع هي جزء من الكتاب وداخله في الامتحان. اوكي اي داخله في الامتحان، ولذلك لابد على الطالب ان يراجعهن. طيب بس اللهم الكراس العملي هذا ما داخل في الامتحان النهائي. الكراس العملي اختبرت انت في الجانب العملي، خلاص ما له علاقه بالاختبار النهائي. اما الاستكشافات فهي جزء من الكتاب ومطالب بها الطالب. طيب سعد واضح؟ واضح. طيب تابعنا صفحة 37 اختبر فهمك 4. صفحة 37 اختبر فهمك 4. طيب ثلاثة مكثفات سعت كل منها موصلة، سعت كل منها 4 مايكروفاراد. هنا السي مالهن، سي تساوي 4 مايكروفاراد. احسب السعة المكافئة إذا كانت المكثفات موصلة على التوازي في دائرة كهربائية، وإذا كانت موصلة على التوالي في دائرة كهربائية. شوف إذا كان وصلت على التوالي، إذا كانت وصلت على التوازي بتكون بهذا الشكل. إن ثلاثة مكثفات، هذا مثلا المكثف الأول، وهذا المكثف الثاني، وهذا المكثف الثالث، وإذا كانوا متصلات ببطارية. سمينا هذا السي واحد، سي اثنين، سي ثلاثة. في حال التوصيل على التوازي، السعة المكافئة سي تي تساوي سي واحد زائد سي اثنين زائد سي ثلاثة. في التوصيل على التوازي نجمعها جمع جبري، 4 زائد 4 زائد 4، هذا يساوي كم؟ 12 مايكرو فاراد. هذا السي تي في حالة التوصيل على التوازي. في حالة التوصيل أو في التوصيل على التوالي، 1 على السي تي يساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3، ونعوض عنها يساوي 1 على 4 زائد 1 على 4 زائد 1 على 4، هذه 1 على سي تي. طيب نكتب هنا نوحد المقامات، 1 على سي تي يساوي، نوحد المقامات على كم هنا يا سعد؟ على 4، وحدات أصلا أيوة. 4 تحت ونجمعهم فوق عالي، 1 زائد 1 زائد 1 معي؟ 3 أيوة. على 4 إذن على 4 أيوة. إذن سي يساوي 4 على 3 المقلوب، 4 على 3 هذا تكون المقاومة المكافئة تقريبا 1 فاصل حاجة بسيطة. يعني نخلي الأكبر العدد الأكبر فوق والعدد الأصغر أيوة. هي أصلا 1 على سي 1 على سي هي 3 على 4، فأنا أريد السي فأقلب الطرفين أجيب المقلوب معي؟ أيوة. بحيث يكون سي تي على 1 وتكون 4 على 3. واضح يا سعد؟ أيوة واضح. بس نجيب المقلوب هنا في هذه الحالة نقلب الطرفين فقط، يعني أيوة اللي في الرقم اللي في الأسفل يكون في الأعلى واللي في الأعلى يكون في الأسفل في هذه الحالة. مشكور أخوي. العفو يا سعد. حياك يا سعد، أتمنى لك التوفيق. ناخذ سؤال من البريد الإلكتروني من فردوس 2013-2014. الدور الأول، السؤال الأول اختياري 13 صفحة رقم 6. إذا نتابع كلنا مع بعض في 2013-2014 الدور الأول، السؤال الأول اختياري رقم 13. 2013-2014
دور أول. السؤال السؤال الأول الأول، اختياري 13. أيوة، سين واحد جزئية 13. السؤال يقول: الرسم البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة الصوت الصادر عن مصدر صوتي I ومقلوب مربع البعد عنه 1 على R تربيع. قدرة المصدر بوحدة الوات تساوي المطلوب القدرة. أنا عندي العلاقة التالية، العلاقة بين الآي، وهذه الآي مضروبة في 1 × 10^6، طبعا هي وات على متر تربيع، وهنا عندي 1 على R تربيع في 10^8، بالطبع هنا بالمتر السالب 2. طيب معطيني العلاقة، هنا الرسم منحنى بهذا الشكل، ومعطيني يعني الرسم قد يكون الرسم غير دقيق بالشكل المطلوب يعني كما هو موجود في الكراس. هذا كانت 2 من 10، وهذه 4 من 10، وهذه 6 من 10، هنا 5 10 15 20 إلى آخره، تكون عندي أيضا 25. طيب لو جينا الآن احنا المطلوب ماذا؟ القدرة. أنا عندي هنا علاقة بين الآي والمقلوب مربع المقلوب مربع البعد هذا. طيب المطلوب هي القدرة الكهربائية، عفوا القدرة، قدرة الصوت بي تساوي، قدرة الصوت تساوي ماذا؟ الآي في 4 باي R تربيع. هذه هي من القدرة، هذه القدرة. طيب لو جينا احنا الآن نروح نرجع للميل، نرجع لمن؟ للميل، نشوف الميل ماذا يمثل لي. هذا الميل، الميل فرق الصادات على فرق السينات اللي هو I على 1 على R تربيع. نطلع هذا R تربيع فوق، يعني الميل يساوي لي الآي في الآر تربيع. مع يتابعنا ال هل يتابعنا؟ فردوس لها سؤال بريد الكتروني. بريد الكتروني، تمام. هذا هو الميل. طيب نروح نرجع لي البي، البي نشيل منه ماذا؟ الآر تربيع والآي، لأنه يمثل لي من الميل، يعني البي سوى عبارة عن الميل ضرب 4 باي. هذا هو القدرة. فنحسب الميل، فنقول الميل يساوي، شوف يجيب القطين فرق الصادات على فرق السينات، مثلا 4 من 10 ناقص 2 من 10، بالطبع هذه مضروبة في 10^6 تقسيم فرق السينات اللي هي 10 ناقص 5، وهذه أيضا مضروبة في 10^8. مضروبة هذا الميل مضروب في ماذا؟ في 4، وهذا مضروب في الباي. بهذه الطريقة احنا توصلنا إلى ماذا؟ إلى القدرة. يعطيني تقريبا 50.27 الإجابة هذه. يعطيك العافية أستاذ أحمد. نعود للمكالمات. عائشة الرسمية من الكامل. عائشة، السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم عائشة الرسمية من الوافي. تفضلي يا عائشة، سؤالك. في الاختبار الفصل الأول لعام 2012-2013، أيوة، السؤال الأول رقم 6 ورقم 11، محتاجين شوي. رقم 6 ورقم 11، إيش رأيك تحددي لي واحد منهم الأصعب كذا؟ طيب حددي لي رقم واحد. 11. طيب 11؟ أيوة. إذا السؤال الأول 11، أي صفحة؟ الصفحة الرابعة. 2012-2013 أستاذ أحمد، صفحة 4. 2012-2013 كذا عايشة. أيوة. وصلت صفحة 4، السؤال الأول 11. السؤال الأول 11. سمع شخص صدى صوته المنعكس عن أيوة. جبل، صح؟ سؤال امتحان هذا، امتحان 2012-2013.
دور أول سؤال واحد جزئي. طيب، سمع شخص صدى صوته المنعكس عن جبل يبعد عنه مسافة دي بعد زمن قدره 12 ثانية، وعندما تحرك مسافة 100 متر مقتربا من الجبل سمع صدى صوته بعد 7 ثواني، فإن البعد دي بوحدة المتر يساوي، البعد دي بوحدة المتر يساوي. أنا عندي هنا هذا هو هذا الجبل وهذا الشخص، هذه المسافة من؟ تي. هذه المسافة الأولى تي. سمع صدى صوتي ماذا بعد 12 ثانية، بعد تحرك مسافة 100 متر، تحرك مسافة قدرها 100 متر مقتربا من ماذا؟ من الجبل، وسمع صدى صوتي ماذا بعد 7 ثواني؟ هنا 12 ثانية وهنا 7 ثواني. طيب نشوف الحين، فإن الآن المطلوب ماذا؟ البعد دي، البعد اللي قبل ماذا؟ قبل لا يتحرك، قبل لا يتحرك. أنا عندي في الصدى المسافة تحسب بماذا؟ هي المسافة تساوي السرعة في الزمن، دائما المسافة تساوي السرعة في الزمن، لكن بالنسبة للصدى نقسم الزمن على كم؟ على 2، يعني يعطينا ذهاب وإياب. تمام. في الحالة الأولى، الحالة الأولى دي، الحالة الأولى، الحالة الأولى دي تساوي في مضروب في 12 على 2. تمام، هذه رقم واحد. الحالة الثانية، المسافة عبارة عن كم؟ هذه المسافة عبارة عن ماذا؟ دي ناقص 100. المسافة هذه عبارة عن دي ناقص 100، يا دي نقصنا منها ماذا؟ 100. معي يا ايوه عائشة؟ تمام. فالحالة الثانية، الحالة الثانية المسافة عبارة عن دي ناقص 100 يساوي ايضا السرعة في 7 على 2، هذه رقم 2. طيب بعد ذلك بقسمة نقسمهن الآن على بعض، 1 على 2، نقسم 1 على 2 بحيث تكون هنا دي تساوي أو دي على دي ناقص 100 تساوي في ضرب 12 على 2 ب6، وأنا في ضرب كم؟ 3.5. معي عائشة؟ طيب الآن نضرب الفي مع الفي تروح لأن السرعة ثابتة. تمام، نضرب الآن طرفين في وسطين، 3.5 في دي، 3.5 دي صح؟ أيوه. 3.5 تي تساوي الستة، بنضربها وين عندنا الآن؟ بمية في المعادلة هذه، بمية وفي الدي. أيوة، 6 دي ناقص كم؟ ناقص 600. تمام، نرحل 600 برا لأن هي سالبة، نطلعها برا بإيش؟ بالموجب، وندخل 3.5 دي بالسالب صح؟ أيوة. فتكون عندنا 600 يساوي 6 دي ناقص 3.5 دي. معي؟ يصير 2.5 دي. أيوة، بيكون عندي هنا 600 يساوي 2.5 دي. إذا الدي كم تكون؟ 600 تقسيم 2.5 يعطينا 240. يعطينا 240 متر. واضح يا عائشة؟ طيب. تمام عائشة. ناخذ حمود العامري من سناو. حمود؟ نعم. السلام عليكم. وعليك السلام، من أخبارك؟ كيف الحال؟ الحمد لله. كيف المذاكرة؟ زين الحمد لله. يلا أعطينا سؤالك حمود. في الاختبار 2011-2012. أيوه. السؤال الثاني والثالث. لا، حدد لي سؤال واحد. لا، هو ترى سهلات الإجابة بس بغى أعرف كيف الحل يعني. السؤال الثاني والثالث. أي صفحة؟ صفحة 6. 2011-2012 أستاذ أحمد. ألفين وحداش، ألفين واثناش.
الدور الأول لا حمود؟ أيوه دور صفحة 6 سؤال 2 و3 صفحة 6 السؤال صفحة 6 السؤال الثاني أم الثالث؟ اثنين وثلاثة إذا كان الإجابة عليك تابع السؤال الثاني فيها 2 ألف باء أيوه صحيح صح؟ هو هذا السؤال أو السؤال الثالث اللي تحته؟ الثالث بس رقم 1 أي عرف العقدة قصدك؟ أيوه زين تمام إذا الأول طالب رقم 2 ألف وباء صح؟ نعم والسؤال الثالث ألف 1 أيوه تمام إجابته ما طويلة أتوقع لا ما طويل ما طيب طويل. طيب يا حمود أبشر تابعنا تمام طيب. عندي هنا امتحان 2011-2012 تمام السؤال الثاني 2 ألف وباء طيب شوف ألف أو شوف 2 يستخدم محول كهربائي لتشغيل جهاز يعمل على جهد مقداره 6 فولت هذا الستة فولت عبارة عن ماذا الفي اس ولا الفي بي؟ في اس في اس نعم احسنت 6 فولت هو الجهد الذي يعمل عليه الجهاز هو الفي اس فاذا وصل بمصدر تيار متردد جهده فهذا الفي بي يساوي 240 فولت كان مقدار التغير في الفيض المغناطيسي الملف الابتدائي يساوي التغير في الفيض المغناطيسي يعني دلتا فاي تساوي دلتا فاي على دلتا تي هذه يقصد بها دلتا فاي على التغير لأن معطيني إياها كم تساوي 24% وبر على الثانية فمعناته أن هي عبارة عن ماذا دلتا فاي على دلتا تي اللي هي من هذا تساوي لي القوة الدافعة الكهربائية معي القوة الدافعة الكهربائية طيب إذا لهذه الملف الابتدائي ما نوع المحول المستخدم هنا محول ماذا خافض ولا رافع للجهد أظن خافض خافض للجهد طبيعي لأن الفي بي 240 والفي اس 6 فولت فهو خافض للجهد خافض للجهد ورافع للتيار يمكن نسميه خافض للجهد ورافع للتيار معي طيب احسب عدد لفات الملف الثانوي احسب عدد لفات الملف الثانوي انا عندي هنا الإبسلون ما لو عندي تغير الإبسلون تساوي السالب ان دلتا فاي على دلتا تي هاي الإبسلون بالنسبة للملف الثانوي في اس كم 6 فولت صح 6 نعم 6 فولت تساوي السالب احنا ما يعني ما تأثر على 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 مقدار الناتج كتبتها او ما كتبتها ما تأثر لكن في القانون حاول تكتبها وفي التعويض ليس لها تأثير في بهذه الطريقة طيب مظروف الآن هذا السالب خلها كما هي ان ضرب الدلتا فاي على دلتا تي كم قيمتها احنا طلعناها 240 لا دلتا شوف في المعطيات في المعطيات واضح عندك هذه المعطيات كم هذه 24 من 100 ايوه 24 من 100 من 100 إذا الآن كم تساوي الآن؟ تساوي 6 تقسيم 24 من 100 من 100 صح؟ يساوي نعم. تقريبا كم؟ احسبها تطلع عليك تقريبا 25 لفة هذه الآن نعم. يعني هي الفكرة هنا في إذا كان مقدار التغير في الفيض المغناطيسي للملف الابتدائي هو 24 من 100 ويبر على الثانية ويبر على الثانية معناته أن هذا إيش؟ دلتا فاي على دلتا تي واضح؟ واضح احسنت يا احمد شكرا يا احمد احمود نعم خلينا نشوف اسئله اخرى ما عليه بس زين طيب اتمنى لك توفيق واشكر تفاهمكم ناخذ سؤال يبدو ان سؤال مهم احمد محمد 2011-2012 الدور الاول 2011 نعم ايوه الدور الاول السؤال الثالث باء الجزئيه 3 السؤال الثالث ب الجزئية 3 السؤال يعني ليش الزاوية 60 وليش الزاوية 210 واضح السؤال واضح طيب الملف يتكون خلينا نشوف لاحظ معي هنا ملف يتكون 500 لفة مساحة كل منها
خمس. المهم احنا يعني السؤال حدد مقدار الزاوية واتجاه دوران الملف بالنسبة لعقارب الساعة للحصول على أكبر مقدار للقوة الدافعة التأثيرية. طيب نرسم عندي خطوط المجال. هذا هو الملف. هذا الملف يصنع زاوية، هذه الزاوية 60، هذا العمود. الملف يصنع زاوية 60 درجة مع خطوط المجال المغناطيسي، المجال المغناطيسي. لو جينا نرسم العمودي على الملف، هذا هو العمود على الملف، هذا هو العمودي على الملف. لو وجدنا أن الزاوية هذه كم تساوي؟ 30. الزاوية 30، فالثيتا هي أصلا ثيتا تساوي 30 درجة، تمام؟ قال لك حدد مقدار الزاوية تجاه دوران الملف بالنسبة لعقارب الساعة. احنا نمشي مع عقارب الساعة، هذا تجاه عقارب الساعة، للحصول على أكبر مقدار للقوة الدافعة التأثيرية. متى نحصل على أكبر مقدار للقوة الدافعة التأثيرية بالنسبة لعقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة أو عكس عقارب، العمود يتحرك مقدار. طيب متى يتحرك؟ الآن أنا عندي الزاوية 60، الزاوية المحصورة بين ومن ومن؟ بين الملف وخطوط المجال المغناطيسي، و30 درجة بين الملف والعمودي على ماذا؟ على بين الملف، نعم، عفوا، بين العمودي وخطوط المجال المغناطيسي. طيب الآن متى نحصل على أكبر قيمة للقوة الدافعة التأثيرية؟ عندما تكون ماذا؟ الزاوية 90. عندما تكون الزاوية كم؟ 90. واضح؟ يعني يكون اسم هذا الملف يكون بهذا الشكل، بحيث يكون هنا العمودي، حيث يكون هنا العمودي، تمام؟ طيب العمودي يتحرك من هنا، الآن يصنع الملف يصنع زاوية كم؟ 60. حتى يتحرك كم يحتاج له ماذا؟ حتى يتحرك إلى ماذا؟ إلى الوضعية الأفقية هذه. كم يحتاج له حتى يتحرك إلى الوضعية الأفقية هذه؟ لو جينا إحنا الآن دورناه مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة، سيحتاج ماذا؟ العمود يتحرك تقريبا اللي هي نشوف 60 مع العمودي، لو حركناه تحت وهنا 30، فنحتاج تقريبا إلى 90 زائد 160 زائد 60 أو زائد 90 زائد 30، 90 زائد 30، 90 عفوا زائد 30، ومحتاج نصل إلى 90 زائد 30 فيساوي لي كم؟ 110، يساوي لي كم؟ 110. بالنسبة لي العمودي 30 زائد 60، 30 زائد 60 ومحتاج إلى 90 درجة. هذا بالنسبة لي العمود، وهذا بالنسبة لي عفوا هذا بالنسبة لي العمود، وهذا بالنسبة لي الملف. فمحتاج نزيد ماذا؟ التسعين، التسعين زي له 30، وهنا 30 زي له ماذا؟ 60. أتمنى تكون الإجابة. طيب أحمد يسأل يعني ليش الزاوية 60 وليش الزاوية 210؟ هي 110، هي 110، هي تكميل، هي التكميل معي؟ احنا محتاجين حتى نصل إلى يعني ليست 210؟ لا هي 110، هي ممكن تكون 210 لو دورنا احنا دورة كاملة معي؟ لو دورنا احنا دورة كاملة ممكن تكون يعني تعطينا إلى 210، لكن احنا لو احنا نحركها من الآن الوضعية هذه الحالية إلى الوضعية الأفقية، بحيث في هذه الحالة
تعطيني قوة دافعة عظمى في هذه الحالة. متى تكون القوة الدافعة العظمى؟ عندما تكون الزاوية كم؟ 90 بين ماذا؟ خطوط المجال والعمودي. إذا تكون الزاوية 90 بين يعني الساين هذه واضحة. إبسلون تساوي ان ان في البي في الاي في الأوميجا في الساين ثيتا. متى تكون القيمة ماكسيمم هذه؟ عندما تكون ثيتا تساوي كم؟ 90. متى 90؟ لما يكون ماذا؟ الفيض المغناطيسي يساوي صفر، الزاوية كم تصنع؟ 90، ويكون القوة الدافعة أكبر ما يمكن. يعطيك العافية أستاذ أحمد. نأخذ خلود السيابي من مسقط. السلام عليكم خلود. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. أعطيني سؤالك. صفحة 65 في الكتاب المدرسي. أيوة. بغيت نعرف كيف نعرف الاتجاه S ولا N. صفحة 65 بقانون لينز. اختبر فهمك. اها. اختبر فهمك لا؟ اها. تمام. طيب تابعين خلود. طيب شوف احنا الان بالنسبة للشكلين هنا. اختبر فهمك. اثنين صفحة 65. استخدم قانون لينز لتحديد اتجاه التيار الحثي المار في الملف في الشكلين 12 ألف و 12 باء. احنا الان بشوف الان. معلش استاذ احمد تسمح لي بس انا جالس الفت نظري المساله السابقه قبل ما ناخذ مساله خلود. خلود خليكي معنا في المساله اللي قبلها كذا، احنا راح نرجع لها بعد شويه. 90 زائد 30 انت قلت 120. 110 هي 120 وليست 110. 120 صحيح. 120 90 زائد 30. نعم نعم. فقط هذا يعني ما يحتاج نعيد مسألة كلها ولا لا؟ بس خلاص ما هي 120. 120 بس. اذا بس للتنبيه يعني، يعني تداركنا هذا الموضوع. نشوف إجابة خلود. طيب بالنسبة لي اختبر طبعا بين قوسين كذا استاذ احمد، يعني المعلم نعم تحت ضغط، يعني يفترض احنا المعلم ناخذه في فاصل كذا خلال الحلقة. لو تلاحظوا لخصوصية المادة وحجم الاتصالات التي ترد خلال 90 دقيقة، يعني حتى فاصل قصير ما نخرج، فقط نكسب الوقت عشانكم، وبالتالي الجهد الذهني على المعلم أو على ضيف الحلقة ليس جهدا بسيطا يعني. فيعني هذه ممكن تحصل. أنا دائما نكرر أن الطالب متى ما، ولذلك احنا نبقي بقية الطلبة على الهاتف، يعني متى ما تكون عنده أي ملاحظة مباشرة ممكن تداركها. فالله ينور عليك استاذ احمد، يعطيك العافية. الله يبارك. طيب بالنسبة لاختبار فهم، شوف بالنسبة لي الشكل هذا، نرسم الملف. لاحظ الملف هذا، بعدين هذا عند المغناطيس. لاحظي معي يا خلود، هذا القطب S وهذا القطب ماذا؟ N، والمغناطيس مقترب. المغناطيس مقترب. مقترب. كيف أنا أحدد؟ بالطبع لاحظ معي، لما يقترب الآن المغناطيس هذا ماذا يكون القطب القريب؟ القطب القريب ماذا يكون يا الأس. الأس. والبعيد يكون ماذا؟ N. الأن. يكون البعيد N. بعد ذلك أطبق ماذا؟ قاعدة قبضة اليد اليمنى يا خلود. قبضة اليد اليمنى. الآن لاحظ معي، هذا الإصبع اللي هي الإبهام دائما تشير إلى ماذا؟ القطب الشمالي للمجال المغناطيسي. وين الآن القطب الشمالي؟ هو الآن على يساري أنا. على يساري. فلما أعمل أنا القبضة هكذا، فمعنى كأن التيار طالع إلى الأعلى. طالع إلى الأعلى، فيكون هذا اتجاه التيار بهذا الشكل. معي؟ ويكون بهذا هذا اتجاهه، اتجاه التيار. معي؟ بالنسبة للشكل الثاني العكس. الشكل الثاني هو مبتعد S، يكون هذا N. وهذا ماذا؟ S. أيوة. لما أجي أسوي أطبق القاعدة العكس. واضح؟
يكون بهذا الشكل، فتكون إصبعي دائما تطبع من الإصبع الإبهام، هذه تتبع القطب الشمالي، تتبع القطب الشمالي للمجال المغناطيسي، ويكون يكون التيار بهذا الاتجاه. واضح يا خلود؟ واضح. شكرا. شكرا لك يا خلود، شكرا على تفاعلكم الجميل. ناخذ روان المحروقي من أدم. روان. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة. كيف الحال؟ كيف الحال؟ الحمد لله تمام. الحمد لله بخير. هلا زين. سؤالك. أريد أسأل سؤال في الاختبار التجريبي لهذه السنة، الصفحة الثانية السؤال 4. الصفحة الثانية السؤال 4. طيب يا روان. طيب. تابعينا؟ إن شاء الله. خليكي معي يا روان. عندي هنا تجريبي 2014-2015 سؤال 4. السؤال الشكل الآتي، يوضح ملف على شكل نصف دائرة، نصف دائرة نصف قطرها 2 سنتي. إذن عندي R يساوي 2 سنتي. في هذه الحالة يا روان نحول مباشرة إلى المتر، نقسم على كم؟ على 100. على 100. معي؟ حيث يكون R تساوي 2 من 100. 0.02. أيوة. 0.02. هذه بالمتر، أصبحت عندي بالمتر. طيب. ويدور في مجال مغناطيسي شدته 20 ملي تسلا. تسلا. ب 20، لكن هذا بالملي. بالملي تسلا. لازم أحولها إلى التسلا. الملي دائما عشان أحولها إلى الوحدة لازم نقسم على كم؟ نقسم على 100. لا، على 1000. على 1000. على 1000. نقسم على الملي دائما نقسم على 1000. 1000. تمام؟ فيكون الصفر مع الصفر راح، بقى 2 من 100 نفس الشيء. 0.02 تسلا، هذا من شدة المجال المغناطيسي. أيوة. تمام؟ طيب. ويتم إدارته 40 دورة في الثانية. ماذا أستنتج من هذه العبارة؟ أنه هذا يساوي التردد. نعم، هو ممتاز جدا. عدد الدورات على الثانية. أيوة، ممتاز جدا. إذن هذا التردد، التردد عدد الدورات في الثانية الواحدة، فيسوي له 40 دورة في الثانية الواحدة. إذن هذا عبارة عن التردد 40 هرتز. ما هي أكبر قيمة للقوة الدافعة التأثيرية المتولدة بالملي فولت؟ بالملي فولت. طيب. أول شيء، أقصى قيمة قيمة للقوة الدافعة الكهربائية تكون كالتالي: إبسلون ماكسيمم تساوي الأن في البي في الأي في الأوميجا في الساين ثيتا. الساين ثيتا هنا الزاوية كم تكون عندي؟ 90. الزاوية هنا على المساحة صفر، ساين صفر بكم؟ ساين كيف على الصفر؟ ساين صفر بواحد. ساين صفر أيوة بواحد. زين، فتكون إحنا نتعامل مع مين؟ مع العمودي على من؟ على المساحة صح. 90 الزاوية 90 مع مين؟ زاوية 90 مع مساحة الملف نفسه، لكن إحنا الآن الثيتا هي الزاوية المحصورة بين من؟ بين العمودي على الملف وخطوط المجال المغناطيسي. تمام، إذن هذه قيمة واحد خلاص راحت دائما. طيب الآن الآن عدد الدورات هي واحد دورة. تمام، لو جينا نعوض واحد في البي، عندي البي كم قيمته؟ 2.002 ضرب الاي، ما عندي الاي وأيضا الأوميجا ما موجودة عندي. معي الأوميجا غير موجودة. الآن في هذه الحالة لازم أنا أوجد الاي، المساحة مساحة النصف الدائرة هذه، وأوجد ماذا؟ الأوميجا. لو جينا لي الاي، الاي ماذا تمثل لي هنا؟ الاي تساوي نصف مساحة الدائرة. أي مساحة الدائرة نصف مساحة الدائرة. مساحة الدائرة عبارة عن باي نقتربي ار تربيع أو نقتربي على نقسم على 2 لأن بغنا نصف نصف المساحة وليس المساحة كلها. تمام؟ أيوة. يساوي أيوة. لما نعوض في القيمة هذه باي ضرب ار تربيع اللي هي 0.02 الكل تربيع على 2، هذه من الاي. هذه الـ A. أيوة تمام. بنشوف بعد شوية. الأوميجا ماذا تمثل لي؟ الأوميجا تساوي 2 باي في الـ F. في الـ F. أيوة معي؟ 2 باي في الـ F. ونعوض 2 ضرب باي ضرب F كمها؟ 40. ونطلع ماذا؟ الأوميجا هذا. طلع أيوة. الأوميجا. واضح؟ تعال نشوف الآن، نعوض هنا
في القيم. فنقول الإبسلون مرة ثانية، إبسلون تساوي 1 ضرب البي 0.02 ضرب الاي. تعال شوفي الناتج الاي وتحطيه مكانها معي. ايوه تمام روان. مكان أيوة. وشوفي ناتج الاوميجا وتحطيه مكانها ويعطيكي الناتج. الناتج بعد ذلك لحظه يعطيك الناتج بماذا؟ بالفولت معي، بالفولت ونحوله حال ملي. ايوه وتحوليه للملي فولت. تحوليه للملي فولت واضح. الضربيه في 1000، الضربيه في 1000 أيوة. القيمه تضربيها في 1000 في 1000 تمام. هي تطلع تقريبا تساوي 0.003 وتكون في ارقام قبلها. لما نضربها في 1000 تطلع لنا نضربها في 1000 تطلع لنا 3.2 ملي فولت اللي هي تكون الاجابه أيوة. جيم ايوه تمام يا شكرا استاذ. شكرا لك يا روان. انتم على فكره رائعين بهذا التفاعل يعني حقيقه يعني مع المعلم وكذا ومتابعين، واحنا حابين ان الطالب يتواصل مع المعلم بعد هذا الحجم من المعلومات كذا ورا بعض. نحتاج ان احنا نريح اذهانكم، ممكن واحد يشرب له ماي، واحد يشرب له عصير، واحد حتى يحرك مكانه ياخذ له نفس عميق. بس ما تغيروا القناه، راجعين لكم بعد شويه. إن شاء الله كذا ريحتوا وهديتوا أعصابكم، الذهن شوية يحتاج إلى راحة. وإن شاء الله نحاول خلال الوقت القادم نأخذ كم سؤال. نأخذ سؤال من زهير العزري 2011-2012 الدور الأول صفحة 1 اختياري 2. هذا 2011-2012 دور أول السؤال الأول جزئية 2. طيب السؤال يقول: مكثفان متماثلان موصلان كما في الشكل المقابل، إذا تم استبدال المكثف سي واحد بمكثف آخر مساحة لوحي ضعف ما كانت عليه، واستبدال المكثف 2 يعني كان عندي سي واحد وسي اثنين، هذا المكثفات الأول والثاني. تم استبدال هذا المكثفين، تم استبدال المكثف الأول بطبع السي واحد الأصل سي تساوي الإبسلون اي على الدي، وأيضا هذه إبسلون اي على الدي. تم استبدال المكثف واحد سي واحد تساوي بمكثف آخر مساحة لوحيه ضعف ما كانت عليه، يعني إبسلون 2A على D، واستبدال مكثف 2 C2 أصبحت مكثف آخر المسافة بين لوحيه 3 أضعاف، يعني إبسلون على A
على 3 تي، أصبحت 3 أضعاف ما كانت عليه، فإن السعة المكافئة للمكثفين تساوي كم؟ تساوي هذه السعة المكافئة. طيب نشوف الحين، هذا موصلان أول شيء، المكثفان موصلان على التوالي سي واحد وسي اثنين، وصل على التوالي، فالسعة المكافئة مالهم واحد على سي يساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اثنين. طيب نعوض على القيم، واحد على سي يساوي واحد على سي واحد، سي واحد تساوي إبسلون اثنين اي على الدي، الدي نطلعها فوق بتكون هنا دي، زائد هنا عندي نفس الشيء، واحد على سي اثنين هي إبسلون في الاي على ثلاثة دي، ثلاثة دي نطلعها فوق أيضا بتكون ثلاثة دي. طيب الآن نريد نوحد المقامات، نوحد المقامات. طيب المقامات غير متوحدة، المقامات غير متوحدة، في هذه الحالة نضرب الطرفين في أو نضرب هذا الجزء في اثنين، هذا الطرف نضربه في اثنين عشان نوحد المقامات، يعني نقول دي على هذه اثنين إبسلون A كما كانت، زائد نضرب هذا في اثنين، يعني اثنين ضرب ثلاثة دي بسط مقام، نضرب بسط مقام، ونضرب أيضا اثنين إبسلون A، أصبحت الآن المقامات مالها متوحدة في هذه الحالة، المقامات متوحدة، قول واحد على سي يساوي المقام الموحد واثنين إبسلون في الـ A، هنا اثنين في ثلاثة بستة، ستة زائد واحد تساوي سبعة دي، سبعة دي، هذا المقدار كله وعبارة عن من؟ عن سي الأولانية، أو خلينا نطلع من هنا سي، سي يساوي اثنين إبسلون في الـ A على سبعة دي، يبقى المقلوب، هذا المقدار إبسلون A على D، الإبسلون في الـ A على D هي عبارة عن C، فالC تساوي 2 على 7، وهذا المقدار هو C، السعة هي C1 قبل لا لي هذه، وتكون الإجابة باء، تكون الإجابة باء، 2 على 7 C1. تمام، نأخذ منذر من الطائين. منذر، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. كيف شايف أسئلة اليوم في المادة؟ الحمد لله ممتازة. جميل، أيضا متنوعة من جميع المحافظات، وأيضا راعينا أن يكون فيها بين الطلبة والطالبات يعني كذا بتساوي قدر الإمكان. أعطيني سؤالك. الاختبار 2013-2014. أيوة. الاختيار رقم 5. هذا أي دور؟ في الدور الأول. الدور الأول اختياري رقم كم؟ رقم 5. صفحة 2. تمام، تابعنا منذر إن شاء الله. لو الشكل الأدنى يوضح العلاقة بالقوة الناتجة، إذن هذا 2013 2014. السؤال الأول جزئية 5. طيب الشكل الأدنى يوضح العلاقة بين القوة الدافعة الناتجة من دوران ملف عدد لفاته 2 لفة، إذن N يساوي 2 لفة، ومساحته A يساوي مساحة 2 من 10 متر تربيع بين قطبي مغناطيس والزمن، مقدار شدة المجال المغناطيسي بوحدة التسلة، المطلوب هو B كم يساوي؟ هذا القوة الدافعة من دوران ملف، من دوران ملف. طيب تعال الآن نشوف الإبسلون من الشكل، أيضا ماذا نستنتج من الشكل؟ من الشكل نستنتج القوة الدافعة التأثيرية، القوة الدافعة التأثيرية عند الزمن واحد ثانية، عند الزمن ماذا؟ واحد ثانية. تمام، هنا أول شيء القوة الدافعة إبسلون تساوي لي 1.1 فولت، تمام، وعندي أيضا تي الزمن، الزمن واحد ثانية، وأيضا أستنتج ماذا هنا؟ الزمن الدوري. منذر معي؟ منذر
منذر. الزمن الدوري كم هنا؟ الزمن الدوري هو عندي انا عندي الان نصف موجه. نصف موجه تساوي زمنها اربعه او اربع ثواني. يعني الزمن الدوري كامل كم يساوي؟ ثمان ثواني. تي يساوي ثمانيه او ثمان ثواني. تمام. طيب تعال الان نشوف المطلوب هو ماذا؟ البي. انا عندي ابسلون تساوي الان في البي في الاي في الاوميجا في الساين ثيتا. هنا الساين ثيتا ما في اشكال يعني. او ساين اوميجا تي. الابسلون المطلوب مني البي، هذه المطلوبه هي البي. لو جينا نعوض اقول البي تساوي الابسلون على الان في الاي في الاوميجا في ساين اوميجا تي. ساين اوميجا تي. طيب لو جينا نعوض على القيم نقول انا الابسلون بواحد، لكن انا عندي ايش؟ الاوميجا ما موجوده عندي. قبل لا نعوض نوجد الاوميجا. الاوميجا ماذا تساوي للاوميجا؟ 2 باي في الاف او 2 باي على تي، هذا واحد. هذه الاوميجا تساوي لما نعوض عن القيم 2 باي على 8. 2 باي على 8 طلعت لي من الاوميجا. الاوميجا تساوي نستخدم الآلة الحاسبة 2 ضرب باي يساوي تقسيم 8 يساوي 0.785. هذه راد على الثانية، هذه الأوميجا. أيضا عندي الزاوية. الزاوية غير موجودة، وهنا الآن سننبه نستخدم فيها ماذا؟ نحول الآلة الحاسبة إلى الراديان. لابد من وضع الآلة على الآلة الحاسبة على الراديان في هذه الحالة عشان تتحصل على هذه الزاوية. معي؟ نقول أنا البي تساوي 1.1 على الان باثنين ضرب المساحة 2 من 10 ضرب الأوميجا 0.785 ضرب ساين، عفوا الإشكالية، ولا ننتقل إلى الصفحة الثانية، ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها. البي تساوي الأوميجا على 2 أو اللي هي الان في البي، عفوا البي موجودة في الاي في الأوميجا في الساين ثيتا. هذه 1.1 على 2 ضرب 2 من 10 ضرب 0.5 ضرب ساين. هنا الآن عندي ساين أوميجا في التي. الأوميجا كم قيمته؟ 0.785 في التي. التي عبارة كم ثانية هنا؟ القوة الدافعة عن الزمن تي 1 ثانية. هذا نوصله كذا يساوي. في هذه الحالة لما جينا أحسب أضع الآلة الحاسبة على نظام الراديان، لأن عندي زاوية بهذه الطريقة. عندي زاوية فيها الأوميجا وفيها الزمن تي، وبالتالي لازم أضع حتى تعطيني ماذا؟ البي. البي يطلع لك هنا بعد الحساب البي يساوي لك 5 تسلا. يساوي 5 تسلا. انتهت الإجابة. يعطيك العافية. ناخذ المكالمة لعلها المكالمة الأخيرة. آمنة رزاقية من صورس. إذا آمنة راحت، ظهر انتظرت فترة طويلة كذا. معلي ناخذ سؤال للتجريبي لهذا العام، صفحة رقم 11 السؤال الرابع. أيوة 25 جزئية 25. أجبنا عن هذا؟ أجبنا عن الحصة الماضية أو الحصة الحلقة الماضية. خلاص ما دام أجبنا على الآن على طول الحلقة الماضية. ننتقل إلى سؤال آخر. نشوف سؤال من البريد الإلكتروني أو من صفحتنا في الفيسبوك. إذا ناخذ اتصال، ناخذ اتصال آخر اتصال، ناخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف الحال؟ من معي؟ معك زهير الشعيبي. من وين؟ ها؟ زهير؟ ايوه زهير. طيب اعطيني سؤالك. سؤالي السؤال الرابع 2012 2013، ايوه الفصل الدراسي الاول الجزئيه جيم. اي صفحه؟ الصفحه الاخيره رقم 12. اي سؤال؟ السؤال الرابع. السؤال الرابع 26 جيم. 26 بالشكل الاتي: تنطلق امواج صوتيه ترددها اف. ايوه اكيد هو. طيب طيب استاذ احمد معك 3 دقائق. بس تمام ان شاء الله. على السريع كذا 2012 2013. الصفحة الأخيرة. طيب خلنا نوصل آخر سؤال. طيب الامتحان 2000 أيوة آخر صفحة، صفحة 12 السؤال الرابع جزئية جيم. جزئية نعم. الشكل الأدنى يوضح مسجل للصوت. تمام. ممكن في دقيقتين أستاذ أحمد؟ إن شاء الله نحاول قدر الإمكان. احسب الشكل الأدنى يوضح مسجل للصوت وعمود هوائي مغلق يصدر النغمة التوافقية الموضحة. هذه النغمة التوافقية عندي. أيوه. هي تقريبا كم عندي هنا؟ كم موجة؟ موجة وثلاث أرباع الموجة. هذه موجة وهذه موجة ونص وهذه ثلاث أرباع الموجة، وعندي هنا مسجل يتحرك بسرعة مبتعد، وهذا طول عمود الهواء طوله ماذا؟ 1 متر. احسب السرعة يجب أن يتحرك بها مسجل الصوت لكي يسجل الصوت الصادر من العمود الهواء بتردد مقداره 590 هرتز. السؤال مثل ظاهر الدوبلر مصدر صوتي ساكن وهو العمود الهوائي ومشاهد متحرك مبتعد وهو من؟ المسجل. عندك هنا كأن عندك ماذا؟ مصدر صوتي ساكن وعندك ماذا؟ عمود هوائي ومشاهد متحرك مبتعد وهو المسجل. تمام. اول شيء نحسب تردد المصدر من العمود الهوائي. تردد المصدر يساوي اول شيء عندي هذا كم؟ 7 لمدة عندي على 4 اللي هي 1.75 لمدة. تمام. عندي ايضا المطلوب ماذا؟ نحسب التردد. نحسب طول الموجة من هنا. طول العمود كم ساوي؟ 1 معي؟ 7 لمدة. أيوة. على 4 نحسب من؟ الطول الموجي. الطول الموجي كم يساوي لمدة هنا؟ يساوي لي 4 1 ضرب 7 على 7 أي 1 ضرب 4 على 7. أيوة يعني اللمدة تساوي 4 على 7 4 على 7 7 هذا الطول الموجي. تمام. طيب انا المطلوب محتاج الى ماذا؟ الى التردد. التردد اف تساوي الفي السرعه على الطول الموجي. السرعه هي سرعه الهواء 340 على الطول الموجي اللي هو من 4 على 7 4 على 7 7 التردد يطلع لك هنا تقريبا 595 هرتز. هذا تردد من المصدر. تمام. المصدر بعد ما نحسب سرعة المشاهد المبتعد من مصدر ساكن. نحسب سرعة المشاهد من المبتعد هنا. المبتعد من مصدر ساكن. تمام. إذا القانون ماله اف داش تساوي 1 ناقص V0 على الفي في الاف يساوي 1 ناقص V0. المطلوب هي السرعة مجهولة الفي نوت والفي هي 340 والتردد احنا طلعناه تردد المصدر ويساوي 595. بعد ذلك تحسب ماذا؟ تردد ماذا؟ أعطي الملخص الأخير. أعطي كيف يوصل النتيجة أستاذ أحمد؟ الوقت انتهى. وهنا الاف داش هي 590 خلاص. الآن تضرب طرفين في وسطين معي يعني بحيث أن يكون هذا. لاحظ معي هنا الآن
تضرب ال 595 تضربها داخل العمود هذا داخل في نوت ناقص الواحد ناقص في نوت معي، وال 340 تضربها في ماذا؟ في 540 معي؟ يعني 590 ضرب 340 يساوي 595 ناقص 595 في نوت. بعد ذلك خلاص تكمل المعادلة. تمام تمام، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق أنت وزملائك. شكرا لك أستاذ أحمد، أتمنى لكم أيضا مذاكرة جيدة فيما بقي من الوقت. إحنا عارفين مهما غطينا الأسئلة كم هائل من الأسئلة ما زالت يعني لم نجب عليها، هذا هو ما أتيح لنا من خلال هذا الوقت. أتمنى لكم وأتمنى أن المعلومات اللي طرحت اليوم إن شاء الله تعينكم في امتحان الغد، وأهم شيء الحالة النفسية الإيجابية. شكرا لمن تواصل معنا، شكرا لمن تابعنا، شكرا لمن أبدى ملاحظات لهذا البرنامج ولخدمة البرنامج. شكرا شكرا جزيلا باسمكم للأستاذ أحمد بن مسعود المعمري مشرف المادة، يعطيك العافية. الله يعافيكم. إذن نتذكر دائما شعار هذا البرنامج، عيشوا ألم مؤقت من أجل متعة دائمة. فريق العمل يتمنى لكم التوفيق وأمسية سعيدة في هذه الليلة. شكرا أستاذ أحمد.